فرج، احنا لا عايزين خناق ولا عتاب، احنا مش فايقين لك. ما تفهمنيش غلط يا ام لطفي، انا لا جاي اعاتب ولا اتخانق، انا جاي استسمح بنت منطقتي وراضيها. خلاص بقى سماح بقى، والله العظيم انا ما كنت اعرف بالكرب اللي حل عليك. ربنا يهدي الظالم. خلاص بقى اهدي دماغك. خلاص خلاص حصل خير. طب مش عايزه اي حاجه، اي خدمه، اي حد، اكسر لك عظم. شايلك للتقيل. وانا في اي وقت واي خدمه. طب اقول لك ايه؟ خدي فلوس كده على قد ما اوصل. خدي يا بنت خدي. انا لو كان حد قال لي ان انا ممكن اضحك في الظروف اللي انا فيها دي ما كنتش صدق. طب والنعمه دي على عيني، انا قاصد اضحك معاك. انا ما انا عارف انك كرشان. ده الجنيه عنده اغلى من عينيه. قولي لها يا ام لطفي قولي لها. الله الله الله، سبحان مغير الاحوال، ايه اللي بيحصل ده؟ اتفضل يا احمد. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل بالظبط يا اكرم. احنا هنفضل واقفين نتكلم على الباب كده؟ كنت فاهم ان احنا متفقين من غير ما نتكلم. احنا لسه متفقين يا احمد بيه. ارجوك تدخل وانا هفهمك على كل حاجه. زي ما قلت لك دفنوهم في تراب الصدقه. عرفت فين بالظبط؟ ايوه، اول المرسال ما راح للتراب بتاع المنطقه علم على التربه عشان ما ينساش، وعشان لما نروح يدلنا. علم عليها ازاي يعني؟ رسم قلب على الشاهد. الجو بره شكله ايه؟ لابس، والحكومه في كل حته. يعني مش هعرف اخرج دلوقت ولا بكره. العيال مترابين في الاسم، بيقولوا ان في حمله. حتى لو في ايه هخرج؟ لا بلاش جنان، امال هتخرجي عشان تسلميهم نفسك؟ يابا عايزة اروح لابني، يابا هموت. هتروحي هتروحي ان شاء الله، بس كل شيء بأوان. مش قادرة اصبر يا ناس، مش قادرة. ما تأذيش نفسك وتأذيني معاك يا نادية، انا مش حمل سجن تاني. يابا انا لو خرجت من هنا مش راجعة تاني. ايه؟ امال هتروحي فين؟ الدنيا واسعة وليا 100 خن وخن. يا بنت احنا ما صدقنا نتلم على بعض. مسير الحياة لا. ما تركبيش دماغك، امال الحكايه دي مش هتفوت على الضابط اللي انت خلعتي منه. ضروري ليه عيون، واول ما تظهري هتتخطفي. انا عارفه بقى شغلي كويس، انا هخش واخرج زي ما انا عايزه، ان شاء الله يجيبوا لي الامن المركزي. هخرج انا احمد بيه زي اي انسان ممكن في لحظه يحس بالياس والاحباط. تعب مش ايد، وبقى عندي 40 سنه ولسه ما حققتش اي حاجه حلمت بيها في يوم من الايام. انا مش طبيب امراض نفسيه، انا رجل اعمال، في بيني وبينك عقود موقعه وموثقه. انا مش بكلمك عن العقود والشغل يا احمد بيه، انا بكلمك عن انسان بالمواصفات دي فجاه تقدم له اكبر اغراء في حياته. عرض عليك مبلغ فوق الخيال. تفتكر ماجد الخيام هيعرض عليك مبلغ زي ده من غير ما يكسب قدامه 10 مرات؟ تفتكر هيحافظوا عليك وعلى مصلحتك اكتر مني؟ انا طبعا فاهم يا احمد بيه، لكن ايه يا اخي؟ لكن ايه؟ احنا برضه ضيعنا وقت طويل قوي يا احمد بيه عشان لسه بنبتدي، وعايزين نبتدي صح. عايزين نقدم شغل ما يقلش عن اي حد، لا ماجد الخيام ولا غيره. عايزين نكسب وفي نفس الوقت نخدم الناس. واحنا مش زي بقيه الناس؟ مش من حقنا نعيش ونرتاح ونتمتع بالدنيا؟ انتاجنا هيبتدي بعد شهر من دلوقتي. بعد شهر هنحقق كل احلامنا بايدينا. مش قادر تصبر 30 يوم يا اخي؟ انا ما كنتش هسيبك، لكن الحقيقه انا اتهزيت، طمعت، ولقيت نفسي محتاج اقعد لوحدي كام يوم افكر فيهم واخد القرار الصح. فكرتش في الانسان اللي امن بيك من اول لحظه قدمت له فيها مشروعك؟ فكرتش في اللي حط فلوسه وراح مستقبله ومستقبل اولاده على شهك؟ يا احمد ارجوك افهمني كويس، انا كنت انا اللي عملتك. انا اللي عملتك، لولا دعم ليك وفي جنبك لكن ماجد ولا غيره حسوا بيك. جايين دلوقتي ايه؟ ياخدوك كده على جهز
عموما انا لسه ما اديتلهمش كلمه. الاوراق موجوده في العربيه، مكتوبه قبل ما تهرب باسبوع. حاضر، هجدد لك حق استغلال الفكره. لا هتبقى شريكي، شريكي في الارباح وفي الاداره وفي كل حاجه. انا عملت كل ده من غير ما تطلب، كنت فاكر اني بعمل لك مفاجاه تفرحك، لكن للاسف فاجئتني مفاجاه اقوى بكتير من اللي كنت مرتبها لك. انا اسف. بعت لنا نشرب نفس الاوصاف اللي بعتناها قبل كده. بس هي ايه اللي هيوديها حته زي فايت؟ شيء طبيعي انها تختفي عن الانظار بعد كل عمليه بتقوم بيها. انت مش بتقول ان جوزها هو اللي كان مستهدف؟ الاهم من كده بقى موت ابنها، ده اللي هيخليها تتصرف من غير حرص، هيخليها تتهز، ودي بقى فرصتنا. قصدك يعني انها ممكن تزور قبر ابنها؟ بالظبط كده، وهناك في حراسه موجوده مش هتتنقل قبل ما نقبض عليها. يا ريت يا عزمي. هناء مرات ماجد مش ساكته، ولو وصلت لها قبليكم الله اعلم هتعمل فيها ايه. مش غريبه انك متعاطف مع البنت دي رغم انها سرقت الناس اللي مشغلينك؟ لاني رايي من رايك يا صاحبي، الحساب لازم يكون بالقانون. ما تنساش برضو ان ماجد كان عايز يسرق شرفها. لسه زي ما انت معتز، شغلك مع الحراميه ما غيرش فيك كتير. ربنا يستر. على طول مسكوا عصا. في كمين الناحيه التانية وانا لازم امشي. طب وحياه النبي لو هفتح لك نفق تحت الارض عشان تعدي من غير الهواء الطاير ما يمس منك شعر نعملها. بلاش فنجره بقى بقى، انا مش فايقالك. طب وحياه مسيحة دمي من غير معهد، الكلام ده على حق؟ ده انت ثروه قوميه ولازم نحافظ عليك يا جدع. يا عم بلاش بقى كلام الجرايد ده اثر. عندك سكه قول، ما عندكش هروح اتوه عند ابويا لحد ما يخلعه. طب هات ايدك. وبعدين بقى ايدك يا جدع. ها؟ القطر ده يطلع كمان 5 دقايق، هطلع انا وانت نتوه فيه شويه وبعد كده اعديك من تحت دقن الباشا. بس المهم بقى قبل القطر ما يروح. ما تخافش هنط قبل ما نخش محطه مصر. معلم وعلى قديمه. يلا بينا يا باشا. يلا يا باشا. انا عارف انت رايحه فين. ايه وانت يعني عشان دلتني على السكه هتصاحبني ولا ايه؟ هلا طب وايه اللي يمنع يا دم واحد واصل واحد ونقبة واحدة. لا لا اطلع من نافوخي، احنا ما فيش اي حاجة تجمعنا ببعض كده. ده جزات الرجولة والمجدعة. بقول لك ايه، انا مصدعة ودماغي مش فيا، بدل الحنجل والمنجل عايز ايه؟ من الاخر كده من غير لف ولا دورة، انت دخلت دماغي، قفشت في قلبي قفشة انا مش شايف لها حل. يعني ان شاء الله اللي انت عايزه، اللي تقول عليه ماشي، صداقة ود جدعانه خير وبركه، مصلحه وبزنس ماشي. اما بقى لو ايه؟ عايز تلمني مع الاسطول اللي عندك في البيت؟ عظيم ثلاثة، اكون دابح لك نسواني الاثنين في ليله الحنه. تصدق بايه؟ ده لو حصل تبقى الرجاله خلصت من الدنيا، وانا لازم اطفح سم فران. سم فران؟ ليه يا حلوه ما نشبهش؟ لا ما تشبهش في حاجه خالص، لا في الدم ولا في الصنعه ولا في حاجه. ماشي، بكره الزمان يوريك جوه جوه الحقيقي. اي سبوبه هديها لك كده وبس. راضي؟ راضي، ده انا راضي ونص وثلاث ارباع. انا قاعد ومستنى هو اي حاجه تيجي منك حتى الانزح. يعني ايه؟ يعني انت تتفق معايا ونحضر كل حاجه بعد يومين ترجع في كلامك؟ يا حبيبي الاجراءات القانونيه مقدور عليها، احنا معاك. لا بقى، ده انت راجل مجنون وفقري ومالكش في الطيب نصيب. اسمع لما اقول لك، ان كنت فاكر ان انا هسيبكوا كده تشتغلوا بسهوله، لا، ده انا هدمر لك المصنع ده، هخربه لك واجيب جرفه. ايه يا ماجد ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت لسه باقي عليه، ما يغور في 60 دقيقه هو اللي مشغله. انت مفيش فايده فيك ابدا، مش عايز تتعلم. حتى لو ناويين ندمرهم يا ماجد، ليه نقول لهم؟ ليه نقدم لهم تحذير مجانا من غير مقابل؟ انا هتجنن، الحيوان ده فور دمي. ليه بس؟ انا عايزك تهدى خالص وما تحملش اي هم. طلع لنا منين احمد زهران ده؟ زي ما طلع زي ما هينزل. ازاي يعني؟ مش زمان قالوا كل عقده وليها حلال؟ ما قدرناش نضربهم بالطريقه دي، هنلاقي طريقه تانية. في حاجه معينه
بتفكري فيها؟ تقريبا، بس اصبر عليا يومين ثلاثة هعمل اتصالاتي واقول لك تعمل ايه بالظبط. معليه يا فارس، معليه لا لا يا ابن العم، العربية اللي جابلي لسه ما حملتش، عايزاك مخصوص. وين رايح؟ عندي جبانة. اطلع بقى يا سالم يا ابويا سليمان. هو انت عرفتني؟ انت لسه مش واخد بالك ولا ايه؟ الصوت مش غريب علي، ولغوتك كمان ما هي لغوة بنات العرب. مين؟ جمالات؟ ايش اللي ملبسك ثوبنا؟ يلا اطلع بسرعة، البوليس والعين عليا. طب هعمل ايه يا ماما؟ ما انا خايفة لا يطلب الفلوس اللي معايا ولا يقول لي بيها ذهبك. يا ماما ده راجل بينهار، انا عندي ولاد عايزة اربيهم، منهم ولد بيدرس بره مصر يعني محتاج ألوف كل شهر. طب يا ماما انا هكلمك بعدين لحسن احمد وصل. مع السلامة. هاي يا احمد، عملت ايه؟ مش عيب برضو تسالي جوزك سؤال زي ده؟ يعني خلاص الازمه عدت؟ خلاص يا حبيبتي الازمه عدت، وهنبتدي المشروع وفي ميعاده، وان شاء الله مفيش اي حاجه هتقف قصادنا بعد كده. خص عليك يا اخي. طب كلمني في التليفون طمني، واحرم نفسي من الفرصه الحلوه دي. اه فرصه ايه بس؟ اني اشوف السعاده دي كلها في عينيك. انا ما بحسش بطعم النجاح او باي حاجه في الدنيا الا لما بشوفك فرحانه قدامي. يا حبيبي يا احمد. صباح الخير يا حبيبتي. صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. الله بارك البابا يا إيناس، في خبر حلو قوي عن شغله. حبيبي ناجح طول عمره، كل أخباره حلو. أخبار خطيبك إيه؟ بيحبني وبيموت فيا، ومش مصدق لحد دلوقتي إني وافقت عليه. أقول لك إيه، مفيش جواز إلا بعد التخرج زي ما اتفقنا. اللي تأمر بيه يتنفذ من غير مناقشة. أمشي أنا بقى لحسن اتأخرت عليه وزمانه هيتجنن. محاضرات مهمة قوي يا ناس، اوعي تفوتي حاجة. يا اخي حرام عليك، سيب الولاد يتهنوا ويتبسطوا مع بعض شوية. العمر لسه قدامهم، مستقبلهم دلوقتي اهم حاجة. عايز اشق القبر على ابني يا سالم، ساعدني. رقبتي يا جمالات، طول عمرك صاحبة واجب، وعمرك ما رديتي لحد الطلب. النهارده انا عايزة اتدرب في الناس، النهارده موسم. الحين نشوف ليكي طريقة. عندي الطريقة وعامله حساب كل حاجة. طول عمرك ناصحة، فاكرة لما كنت بتعملي حامل وتلف البضاعة حوالين وسطك وتعديها من معدية القنطرة؟ ما تعرفش بنت عربوية مضمونة عندها شوية معيز. هتبعتي بين الاموال؟ خلاص صرت منهم، امسكي. خلي مالك لحالك، ربنا يصبر قلبك. ربنا ما يحزنك على غالي، امسكي وروحي. الله معاكي. بتقول مين يا صبري؟ ماجد بيه الخيام. كمان جاي لحد هنا؟ خليه يتفضل. مساكير يا احمد بيه. ماجد بيه الخيام بنفسه عندنا؟ ده ايه الشرف ده كله؟ الشرف لينا احنا يا فندم. اتفضل. انا عارف طبعا ان وقتك سمين، عشان كده انا هدخل في الموضوع على طول. موضوع ايه يا ترى؟ انا مش فاهم. باختصار احنا متابعين شغلك ومعجبين بيك جدا. الشهادة اعتز بيها. انت افكارك هايلة وعارف ازاي تمشي السوق، بس يعني للأسف ناقصك شوية امكانيات تقدر تتحرك من خلالها بشكل اسرع واقوى. عندك حق، بس ده كله هيجي مع الوقت. لا وليه نستنى؟ نتعاون سوا.
احنا الاثنين هنكسب ونسيطر على السوق كله. والله انا ما عنديش مانع. سيادتك قدم بس العرض واحنا ندرسه وان شاء الله خير. وانا جاهز بالعرض وبكل تفاصيله. اتفضل. عظيم عظيم. اديني بس فرصة يومين ثلاثة وهندرس وهرد عليك. اوكي. وانا في انتظار تليفونك. ايه ده قوام كده مش تشرب معانا حاجة؟ مش عايز اعطلك. فرصة سعيدة. مع الف سلامة. يا احمد ايه؟ فعلا هتدرس العرض؟ انت مجنون ولا ايه؟ امال حضرتك اخدت منه العرض ليه؟ ده احنا كان المفروض نطرده. افهم بقى الشغل على اصوله. ماجد الخيام جاي يعطلنا يشغلنا بالعرض بتاعه لحد ما يتصرف هو ومراته من جهه تانية. معنى كده بقى انهم بيدبروا لنا حاجه. ده اكيد. امال انا ليه سكت؟ اقنعت اني هدرس العرض بتاعه وفي احتمال كبير اني اوافق. مش عيب ابدا يا صبري لما تخدع عدوك اذا كان بيخدعك. وخصوصا اذا كان هو اللي ابتدى. انتهى الزمان اسمح يا جميل وصار معاك على شط النيل. طبعا الجو خليلكم والسهرة اخر سهلالة في غيابي. يا اختي اللي خدته القرع تاخده من الشعور. والاشاف طال العيلة والعزول جاي رزيلة. اهو عنك اهو اشبعي بيه يا حبيبتي. يا مسكتي السودة انت عمال تسكر وتغني؟ ده بدل ما تيجي تسأل عليا وتجيب لي لقمة وتخرجني من الاسم يا راجل. اطمني يا اختي ده بيغني النادية انزاحة. وفرحانة يا هبلة. وازعل ليه؟ ما انا واخدها شركة من الاول. بس يا ولية انت خرجتي امتى وازاي؟ خرجت من كتر ما قفشوني زهقوا مني وخرجوني. يا سبحان الله. يعني الحكومة ذات نفسها حتى مش عارفة تعمل لك حاجة. أنا هعمل حاجة. خد. إيه دول؟ حاجة على مقص قلبتها من زملاتي في الحجز. لا خليهم معاك عشان نجار العيل الصبح. لا يا فرج أنا مش هأجر عيال بعد كده. أنا نفسيتي قفشت من التسول. الخطف أسهل وأرخص. خلاص يا عطا اعملي اللي تعمليه. أنت حرة سيبيني في حالي بقى. عملت ايه مع نادية انزاحة يا روميو؟ او ده الكلام عطوط ده بقى اللي يعدل الدماغ. شكلك خفشت عليها يا ولا. هي لسه متأنزحة وقلقانة كده. بس ما دام شربنا معاها الشاي يبقى هنشرب الشربات بعون الله. بيني وبينك انا ما كنتش بديله حقه لغاية ما رحت له. انت مصدق ان هو بيدرس الموضوع بجد ولا ايه يا ماجد؟ حتى ما فكرش يعاتبني على موقف اكرم. الراجل ده مش سهل. ليه؟ هو الموضوع مش خلاص اتحسن؟ هو غبي عشان يصدق حاجه زي دي. يصدق بقى ما يصدقش. احنا قعدنا نقول هنعمل ونسوي وفي الاخر طلعت الحكايه على ما فيش. مين اللي قال الكلام ده؟ والله اللي انا شايفه ما يقولش غير كده. بكره تشوف. الو. ايوه يا خالي. وحشتني يا كريم. وحشتني قوي. وحشتني.
عشتني يا بقلبي، عشتني يا حكم عمري. رحت مني وكنت أعرف، ما كنتش سبتك دقيقة واحدة، ما كنتش قعدت بالأسبوع ما شوفكش، ما كنتش سبتك، كنت خدتك في حضني وفي قلبي، خبيتك جواه. لكن وحياتك عندي، وحياة رحمتك عندي، هدوب بس بعد ما اخد بطارك واحرق قلبي اللي حرق قلبي عليك. مش هرتاح الا لما احرق قلبه زي ما حرق قلبي عليك. عايزة أأمن مستقبلك، بس الفلوس الحرام ما بتدومش. سامحني يا ربي، سامحني، وانت يا كريم سامحني، أنا خلطت في حقك حبيبي، سامحني. يومين ما دقتش طعم الأكل، ربنا يبارك لك في صحتك يا رب. ايه ده؟ جنيه اعمل بيه ايه؟ لا خليهولك. ولا عجبك؟ ايه اللي عجبانه يا خالتي؟ ده انا هموت عليها، هموت، اقسم بالله لو ما كانتش بنت فارغ خنزيره انا كنت خطفتها في عز الظهر. طب واللي خليك تطولها؟ طولها؟ اديله نص عمري. اعمل بيه ايه؟ خليهولك. سيبني بقى اوضب وتكتك واجيبها لك لغايه عندك بيضه مقشره. يعني انا ما تعرضلهاش ولو بنص كلمه حتى؟ يا ولا يا جبان، ده انت لسه قايل بتخاف من ابوها. انا هاجي في مره مش هخاف ومش هعرف الم نفسي وهبقى شهيد الغرام. لا انا اقولك تعمل ايه، تمشي وراها تبسبس ابسبس ابسبس. ابسبس ايه يا خالتي؟ ده انا لما بشوف فريق بينشف وجسمي كله بيتنفض. حلاوتك يا حبيب خلتوه وانت بتسبل. في حاجة؟ ايه؟ شايف نفسك ولا حاجة؟ انا كلمتك، انا ماشي في منطقتي. طب اتفضل وريني مشيتك، يلا. طيب روح. ما تيلا. حاضر حاضر ماشي. يا راجل اتلحلح بقى وارجع شغلك تاني، الايد البطاله نكسه. ما اقدرش اشتغل في المشروع دلوقتي، عايزه انتيكه قديمه. انا تحت امرك. مكسبها ما بيلزش. خلاص يبقى تستني تشوفي لك سكه تانيه. جراها يا راجل انت، انت واخدني على الحامي كده ليه؟ هو انا بشحت منك؟ معذور يا ام لطفي، قلقان على بنتي ناديه. ودي حد يقلق عليها؟ البت علاء مش فيها اليومين دول، وانا خايف، خايف لا تروح فيها زي الواد وابوه ما راحوا. ما تخافش، كلها يوم ولا اتنين وهتلاقيها داخله عليك. انا اللي غلطان، قالت لي مش هرجع تاني دلوقتي وانا ما مسكتش فيها، خفت. قول لي يا حافي، هي بقالها غايبه قد ايه؟ بقالها يجي جمعه وزياده. منك لله، انت اللي جبت لها لبس البدويه. يا اخويا يعني هي كانت هتغلب؟ اهي الزهر هي اللي بتخبط. لا ناديه ما تخبطش بالطريقه دي، تلاقي العجل اللي اسمه خنزيره. طيب طيب طيب. مش قلت لك؟ تعرف انه شبهه؟ وايه اصله ده؟ العجل. كده بقى انا جاي جري هنا عشان اجيب لكم خبر حلو تقوموا تشتغلوه انتوا الاثنين. هي قابلت ناديه بنتي؟ حلوة دي يا عم عبده، بس بلاش بقى تشتغلني زي كل مرة، أنا جايب خبر جديد لن وعايز الحلاوة. بنقول لك يا ابني ما ظهرتش واحنا الاتنين قاعدين قلقانين عليه. خبر ايه ده يا خنزيرة؟ الواد جرى له ايه؟ الباشا اتنقل.
انهي باشا؟ الباشا اللي كان بيجري ورا ناديه وخدنا انا وانت بسببها يا حافي. قشطه يا حافي، اهو كده بقى نقدر نشتغل. ويلي يا ويلي، المره دي على ميه بيضة هفرج خنزيره، رش لنا حجرين يا ام لطفي. وانا على الغموس. اهدى اهدى، خنزيره بيعمل واجب. مال بس انا عايزك في موضوع كبير قوي يا عم عبده. موضوع؟ موضوع ايه؟ انا تعبان، تعبان قوي، ودوايا مش هلاقيه عند حد غيرك. ليه؟ قالوا لك عليها دكتور بيطري. زغرتي اللي ما انتش غرمانه. ياه، الصعيد مره واحده ومالك مستغرب كده ليه؟ لان اللي انا متاكد منه انك ظابط ممتاز، واللي بيتنقلوا الصعيد دول. لا يا حبيبي، الكلام ده كان زمان، دلوقتي اي ظابط لازم يخدم في الصعيد فتره معينه. يا عزمي، ما انت عارف ان مش كل الظباط. ما تقلقش عليا، وبعدين انت عارف ان انا ما بحبش الطرق دي. المهم بس ترجع لنا من هناك بالسلامه، ما تاخدلكش طلقه ولا حاجه. اللي انت ما تعرفوش بقى ان الشغل في الصعيد احسن من هنا 100 مره. يعني الناس هناك ليها كلمه، ناس واضحه وصريحه، وبعدين مش ممكن حد يخونك ويضربك في ظهرك. يا سيدي على الكلام الحلو، مين يشهد العروسه؟ ما انت من الصعيد يا ولد. مالهم الصعايده؟ اللي مش عاجبينك دول هم اللي طلعوا على السقاله وبنوا مصر. يا عم خلاص، حقك عليا، انت هتديني درس في الوطنيه والتاريخ. انا بتكلم في المصلحه يا حافي، بنتك لو فضلت على كده هتحصل جوزها وابنها. انا مش لسه قايل لك يا ام لطفي، وانت بقى اللي هتتجوزها وتستتها. شوف انت بقى، فرخ خنزيره وناديه انزاحه مع بعض ممكن يعملوا ايه؟ لقاء السحاب، اهل الزمالك، سومع بوهاب. ايوه بس البت ناويه على التوبه. بتقول لك كده بس من حرقه قلبها على ابنها، بكره تتجوز وتجيب غيره وتنسى، وانا مش مستعجل. يسلم، وانت فاهم يعني انها هتوافق عليك؟ زيها زي التوبه، هي زي اي ست في الدنيا، شويه وهتدور على راجل. انت اهو مش بتجري ورا الحافي وانت عندك يجي 70 سنه؟ امشي ده قطع لسانك، ده هو سموه الحافي من كتر ما حيف وراي. قلت يا عم عبد، قلت لا اله الا الله. سيبنا نفكر، بس ما تفتحهاش في الموضوع دلوقتي. افتحها ولا تلمس؟ واحده واحده. المهم رايك انت دلوقتي. قلت لك سيبنا نفكر. تفكر ايه يا جدع؟ ده انا وبنتك لو اشتغلنا مع بعضينا يوم واحد في الشهر عليا النعمه نبقى بشوات، نوكل المنطقه. معاك مهرها. مهرها؟ مهر ايه يا حافي؟ واحنا من امتى يعني بنفكر في مهر وشبك؟ ما كفايه اني احميها. بأماره مكحولتك وسيحت دمك قدامنا. بقول لك ايه يا وليه، انت لسانك بيبخ سم، عايزك تسكتي خالص، تكتمي. انا مهر بنتي مليون جنيه، وعشان انا بحبك هخليه نص مليون جنيه. ما تنطقي يا وليه، ولا انت ما تقدريش غير على البرداعه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حافي؟ ايوه، اللي عاوز يتجوز بنتي تقيلها لي زي الهنجرانيه. هنجرانية؟ احنا مالنا ومال الهنجرانية دي؟ عالم مقتدرة يابا، احنا مالنا. خلاص يا حبيبي، معاكش فلوس، روح اصطفل معاها واتجوزها بمعرفتك. ابقى قابلني. بنتي مش هتنزل مع عطا يا فرج. مش احنا قلنا في تنزل في الاجازات وبس؟ ولما يمسكوها ويدخلوها الاصلاحية افرح بيك انا بقى، لما تضيع لي مستقبلي عشان شوية ملاليم. يا بنت يا بنت، احنا عايزين نوخد رجليها على الشارع. اطلعي منها انت يا قص المصايب. ايه ده في ايه؟ انت وليه غياره وكياده وحساده وما يجيش من وراكي خير ابدا. شفتي يا فرج؟ يا خلاص يا خلاص، كل يوم كده، كل يوم تضربني وتبهدلني. بس خلاص، اجي لكم الكلام ده للصبح، انا احسن هتقف فيكم الضرب انتوا الاثنين. عشان خاطري يا خنزيره، انا هشتغل ليل ونهار واجيب لك اللي انت عايزه، بس ابعد عن البيت. انا قلت ايه؟ اجي لكم الكلام ده للصبح، ولا انا مش مالي عينيكم؟ لا يا اخويا، ماليها ماليها يا بنت، يا بنت خشي لحسن، هيطوقوا فينا الضرب احنا الاثنين، اصل المحروسه عشمته وخليت بيه. يعني مش ناوي تلم الدور يا عاط؟ ماشي، انت اللي جبتوا لنا نفسك. انا من انا؟ هو انا اتكلمت؟ لا، هو في لي سؤال جاي. يا وي يا وي، لازم تتضرب قبل ما تنام. يا لهوي، هو كده سواد زبالة، الله يخرب بيتكم وبيت اللي مجمعكم هنا. ايه ده؟
جيت هنا ازاي؟ ايه امشي؟ تمشي بعد اسم وكلام؟ ده انا ما صدقت انك جيت عاصم. خلي نور مطفي. امرك يا جميل. لا ده انت مخك راح لبعيد قوي. لا بعيد ولا قريب، انا من ايدك دي لايدك دي ان شاء الله في جهنم. انا في شغلي معرفش ابويا وقرصتي والقبر. عارف من غير ما تقولي. طب فكر. والنبي ما تخليني افكر، انا مش عايز افكر، خليني عندك علمني صبي. خلاص نقرا الفاتحة على الخاين وابن الحرام وزقلت اصلك معايا. عمري ما هعملها، عمري ما هعملها. ها ايه بقى المصلحة؟ بعدين روح البس اللي على الحبل كله. يلا سحرالك دي بتشغلك بالرموش كنترول. خش جوه يا ولية ولا كامل عليك. امال لو كانت احلى مني كنت عملت ايه؟ انت ازاي دخلت هنا وانا قافل من جوه لا مؤاخذه بالترباس؟ انت هتسال نادي انزاحه دخلت ازاي؟ يلا يا اخويا هنقعد نتسير طول الليل. ما يلا يا عم امشي وانت ساكت. ليه مش عاجباكي؟ فيها انذار. وبجد بقى ولا ايه؟ ليك في السهرات كمان؟ بص بس راقب انت بدل ما انت قاعد كده. راقب اهو. متنحش انزل. احنا رايحين فين دلوقتي؟ اطلع وانت ساكت. ايوه بس في نور جوه والبواب ممكن يصحى ويشوفنا. واحنا هنسرق؟ ما طالعين نعمل ايه؟ انا مأجرة شقة فوق. هنطلع نجيب حاجة وننزل. يلا. فين؟ برضه مش عايزه تقولي الكرتونه دي فيها ايه؟ مخدرات. ما تضحك اسئله بقى. اللي يشتغل معايا يبقى تقيل كده وقلبه ميت. ما انت اللي مش عايزه تفطميني يا معلمه. بقول لك ايه؟ بالبلدي كده اهوت المشوار ده امتحان ليه. انا هسكت خالص عشان انجح وتديني الشهاده. اوعى تكوني جايه وجايبالي وراكي مصيبه. انت وحظك بقى يا عم حاف. ليه؟ وانا جيت لك قبل كده وفي ظهري اي اذيه ليك؟ لا بس شكلك كده انا وياها. يقلب الهبابه دي. حاضر. علي النعمة يا حاف. اللي يسمع يسمع. لو الكونت دي مونت هعلقه في الجنش واتبعه. جبت الفلوس دي منين يا نادية؟ كانت فلوس ابني وشايلها له. الله يرحمه. بابا انا كسبت فلوس كتير في حياتي، عمري ما فكرت احوش الا لما خلفته وجبت مع ناس وضيعت فلوس على ناس قلت يمكن يفيدوني. اللي يعديني من مصيبه واللي يضرب لي ورقه باسم واحده ميته ولا واحده تايهه ومحدش بيسال عليها. يعني انا طول المشوار ده شايل الكنز ومعرفش؟ ولو كنت تعرف كنت هتجري بيه وتفلسع. افلسع
ده انا دكتور، ادام اول القصيده كده يا انزاحه يبقى اخرها ايه؟ انسى بقى القانون القديم يا عم عبده، بنتك ولا مؤاخذه تسلك في الحديد والصلب. ما تفرحش قوي كده، واعرف الاول هتصرفهم في ايه. انا مالي، ان شاء الله تسكر بيهم. امسك. ميت مسا عليك يا انزاحه. امسك يا رب. لا نادية، أنا اللي بقيلي في الدنيا مش كتير، ومش عاوز أموت في السجن. يا أنا مش عايزك تموت خالص. حط ببطك بطيخة صيفي. المهم دلوقتي هتعمل إيه بالباقي يا نادية؟ قلتلك دي فلوس ابني، ما تصرفتش عليه وهو حي، هتتصرف على طارق وهخرب بيها الدنيا.